أهلا وسهلا. إذا بدكم تلفظون اللغة الألمانية صح لازم تعرفون أين مقاطع في كلمات التوال ينلفظون مشددين، لأنه في كتير كلمات توال بالألماني وفيهم كتير مقاطع. اسمعوا شلون الكلمة تنسمع لما كل مقطع بالكلمة ينلفظ مثل الثاني. Bundesrepublik Deutschland. بس غير اثنين من هالسبعة المقاطع ما ينلفظون مشددين. طلعوا واسمعوا على الحل. Bundesrepublik Deutschland. وشلون القاعدة؟ كتير سهل، لما الكلمة عندها بس مقطع واحد بعدين الكلمة تنلفظ مشددة. Ball. Pass. Ich. ولما الكلمة عندها مقطعين بعدين بالأغلبية الأول مقطع بيكون مشدد. Liebe, Vater, Deutschland. وبالكلمات اللي فيهم أكثر مقاطع بالأغلبية الأول مقطع بيكون مشدد. Sportverein, Bundesrepublik. هي في استثناء، مثلا المقاطع G, B و F. لما هدول يكونون بالبداية الكلمة ما ينلفظون مشددين، بس أنا أقول في هالمساعدة تقدرون تتعلموها بلا صعوبة. باي باي ومع السلامة.